في مايو من العام 1983 فقدت أمي، فقدت حبيبة قلبي، فقدت نظر عيني، وفقد أبي شريكة حياته، فقد سنده وحبه وصديقته ورفيقته وحبيبته بعد أكثر من 40 عاما معه. فجاءت هذه الصدمة لتعصف به، وهو القوي الراسخ الوقور، الجبل الذي لم يكن يتزعزع أمامنا. عصف به فقد لطيفة، فلم تعد حياته كما كانت. كنت خائفا جدا على والدي عند رحيلها أثناء تلك الصدمة التي تلقتها دبي وتلقاها شعب دبي الذين أحبوا بصدق أم دبي الشيخ لطيفة بنت حمدان.